عاشقها والعيون هويتها واهلها يا رفوق. وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها، كل ما اشتاق اليها. وصل وصل الفنان المغربي ايهاب الامير، نسمع له زقفة كبيرة لاحلى ايهاب. ايهاب الامير منورنا بلبنان، مشرفنا بلبنان، اهلا وسهلا فيك ايهاب. يلا سوا على الزقفة فوق. يلا عاشقها وما بننسى وما بننسى الفنان الكبير محمد عباس، الفنان المصري الكبير محمد عباس، اسمع له زقفة كبيرة كمان. يلا ايوه 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 ايهاب وعباس، ايهاب الامير وعباس، محمد عباس من مصر منورنا بلبنان، مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بسرنا، وإلنا الشرف إنه ينور عنا المطعم بأحلى وأهم المطربين العالم العربي إيهاب الأمير. مساء الخير، نسمع له زقفة كبيرة. Thank you. في دبانة هنا. Thank you. وكمان أحلى زقفة ومنور المطعم ومنور لبنان محمد عباس ملك الأغنية المصرية، نسمع له زقفة. وبيسرنا وبنتشرف انه نسمع صوتك يا ايهاب. ايهاب الامير تفضل، الميكرو لك، اسمع له زقفه بليز. ثانك يو. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك وفايتني، ليه تبعد عني؟ ليه تبعد عني؟ احنا بنحيي طبعا الفنان صاحبي وحبيبي، والله انا مبسوط جدا انا شفتك النهارده والله، وبحييك جدا ان انا شفتك في لبنان، وانا كان نفسي حتى اغني معاك من زمان واشوفك، انت عارف احنا في نفس المجال بس عمري ما اتقابلت معاك حبيبي، واغانيك مكسره الدنيا ما شاء الله. كمل، معلش انا اسف والله، بس انا قلت لازم احييك نفسي. سلمني ربنا يخليك، الف الف شكر، ربنا يخليك، اتفضل كمل كمل. وداني من غير ما يسألني، لا لا خليها خليها خليها، مش ماشي، لا خليها صوروا يا عم، قاعد بالي ساعه. وداني من غير ما يسلم، وكفايه قلبي انا مسل. بحبها اصلا، بحب الاغنيه دي. عايز تغني معايا؟ لا انا معاك، بس فاهم اللي هو انا حابب بس يعني بقى اسمع صوتك يعني. اتفضل. وداني من غير ما يسلم، وكفايه قلبي انا مسل. انا بحبها، انا حافظها جدا، بس عارف ما جاليش فرصه اغنيها، فانا قلت يعني انا وانت مع بعض. تحيه للفنان الكبير محمد سعد، محمد علي، مش عارف اسمي ده. ده عينيا دموعها بتتكلم، ده عينيا دموعها بتتكلم، يا مسافر وحدك وفايتني، ليه تبعد عني؟ ليه تبعد عني وتشغلني؟ يعني انا بجد مبسوط جدا ان انت معانا النهارده، يعني متغربين احنا، متغربين تجري السنين، واحنا جرح السنين لحد قال عنا، خبر يفرحنا ولا حد جاب من كلمة تريحنا تريحنا، لحد يقال عنا
الله الله. خبري فرحنا لحد جاب من كلمة تريحنا تريحنا بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموع في منديلك من اللي جرى وعلي جرى علي جرى يا ليلي يا فضل 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 لا والله نقول مع بعض يا ليلي يا الله يا جرحي يا حبي يا ليلي يا ليلي تعال تعال يا ليلي فيا قمرا قل لي متى انت طالع حبيبي حبيبي يا حبيبي لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة صانع الله وغيرك إن وافى فما أنا نظر إليك وغيرك إن وافى فما أنا ناظر إليه وإن نزى فما أنا سامع فما أنا سامع حبيبي صبرت عليك أو دقت مرار لا 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 وبعت ليك أخبار وأخبار لا 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 صبرت عليك ودقت مرار وبعت ليك أخبار وأخبار لا 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 أترك نسيتني مع الأيام ورديت تفوتني مع الألام ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب 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 وطمني الله أنا ليه يا إله إله إلهي عرفني من حر الله 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 انصفني أنا ليه يا إله إله إلهي عرفني من حر الله مش قادر اقول انت الجاني هصبر على طول على احزاني مش قادر اقول انت الجاني هصبر على طول على احزاني مش قادر اقول انت الجاني
اصبر على طول على مش قادر اقول انت الجاني اصبر على طول على احزاني مش قادر اقول انت الجاني اصبر على طول على احزاني وابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب وطمني. والله ميرسي ميرسي شكرا والله مبسوط والله مبسوط. سمعكوا اغنيه مغربيه؟ اتفضل اتفضل طبعا حضور الكرام و... طرشنا اتفضل اسمعها. سمعنا سمعنا اتفضل استاذ ايهاب اتفضل. غاب علي الهلال وطال صبري والنوم جافي وخبروني وقت شي طلع هلالي ونشوفه حاولت نداري داري ونصبر داري ونصبر وفي قلبي العوافي ونيران لشواق نيران دايبة في كتابي وحالتي ما تخفى على الناس تتكلم ضروف وغاب. اسمع لي ليه بيلون وياك في حبي ولا يلوموني على صابر قلبي على صابر قلبي ليه وياك في حبي ولا يلوموني على صبر قلبي على صبر قلبي. هو اللي شوف في حبه الويل ولا رحمني يوم ولا رحمني في حبه الويل ولا رحمني يوم ولا رحمني ويراني وفضلت وحدي انا دي الليل كان افتكرني عشان ينساني عشان ينساني. انت قصدها يا عم؟ لا والله انا كنت بكلمك. طب انت من الصبح وانت بتدخن عليا. بس عليا انت من الصبح وانت بتدخن عليا. يا عم علي صوتك عليا يا عم. في ايه يا عم مالك يا عم؟ انت من الصبح وانت بترخم عليا يا عم. ما تعلي صوتك يا عم عليا. تعلي صوتك عليا. انت فنان. انت مفروض فنان يا عم. هو اللي بيرخم عليا يا عم هو. نعم. ايه يا عم؟ معلش معلش انت كمان. خد يا عم انت يا عم. انت اللي بترخم عليا. معلش معلش. في ايه يا عم؟ المفروض فنان محترم وعامل فيها محترم. بالنسبة لإيفال إيهاب ومحمد حبيت الفكرة اللي يعني عملوها بالكومبيتيشن بس مش حفوت بالتفاصيل تبعولها. أنا بالنسبة لإيهاب صوته كان مسكر بالطبقة العالية
هيك كأنه كان مخنوق مش عم بيرن مظبوط، مع انه نحن معودين انه دائما ايهاب صوته مرتاح. الواطي عنده كان احسن من العالي اليوم، خصوصا وقت اللي عم بيعلل طبعه وعم بيجرب يعطي باور. هذا الشيء لازم ينشغل معه تيقدر كيف ما هو بده يستخدم صوته يلبيه ويقدر يعطي النيونسات يلي بده، مش ما بده يطلع ويعلل باور يخنق الصوت. هذا سيرتو كان باول مرحله. بعدين غن انه المغنى كله كان منيح وصوته كتير حلو مثل العاده، ولكن فتحه الصوت على النوتات العاليين ومع الباور لازم نرجع نركز عليهم بالصفوف. اما بالنسبه لمحمد عباس فباول بارت بالنسبه لي الافلات ما كانوا منيح، ناقصهم ثبوت ان كان من ناحيه اللفظ او موسيقيا. في مطرح كمان ما قدر يسيب النوتات العاليين، هو ما اخذ الطبقه مزبوط لانه كان ملهي بالرقص وبالتمثيل وهو كلهم. بس انا بالنسبه لي شو ما كان عم يعمل وقت اللي بده يغني لازم يغني اتليست صح ويقدر يسيب نوتاته مزبوطين ويعرف على اي طبقه عم بغني اذا هو مرتاح فيها او لا. بالاجمال كل المغنى كان حلو، ولكن هول التفاصيل لازم ينتبه عليهم محمد. الفكره كانت حلوه بس كانت كتير طويله. إيهاب اللي بيعجبني فيه شخصيته حلوة، حضوره حلو، صوته بس بعد ما عم بيعرف يعطي كله ذات الشيء، في مونوتوني يعني كله ذات الشيء. لا ما الواحد تينبسط يوصل له الإحساس لازم يكون في تنويع بالصوت بالأداء بكل شيء، كله بتحسه ذات الشيء. هيدي غلط عند إيهاب وإن شاء الله بينشغل قريبا أكتر تيضل معنا إيهاب. هلا محمد عباس صوته كبران مغير كتير بس في فوضى لانه اول غنيه مثل ما قلت تفضلتي وقلتي ما راح اعيد، بس ثاني غنيه صار يخبص اكثر، صار صوته يرجع لورا وصار يصرخ وعيد. هيدي شغله ما منيحه، لازم واحد يعرف حدوده هو عم بيغني. انا حبيت الفكره كتير، حبيت كيف نفذوها، لذيذين كتير وعم بيطولوا ايه اكيد، بس انا عم بنبسط فيهم يعني عم نشوفهم عم نسمعهم. حسيت انه عندهم خلق بالفكره اللي عاملينها، حلوه كتير المنافسه بين بعضهم. طبعا هن وعم بنفذوا هيك شغله يعني هيدي تعتبر مثل ميوزيكال يعني مثل مسرحيه كانه غنائيه وعم يعملوها، بدها تمرين بدها شغل كتير تيقدروا يتحركوا ويمثلوا ويغنوا بذات القوه. بس المحاولة أنا شفتها كتير حلوة، اتنيناتهم مثلوا حلو، اتنيناتهم لقطوا كاركتير وضلوا عليه، وهيداك الغيران وهيدا اللي مفكر حاله شيء مهم وكيف هالتقم الضيق عليه كتير حلوين يعني كانوا حلوين. رافائيل وجوده وجود الكومبارس والبادي جاردية كتير لذيذين. في تفاصيل يعني وهيدا الشغل عن بيتي يعني مبين قديش في تطور كيف كانوا يبلشوا الاكزرسيس بالاول ما بلشنا من شهر واليوم كيف صاروا بيعملوه بعناصر مكتمله كلها من ناس تانيين من ادوار اساسيه ادوار ثانويه كيف بيشتغلوا مع المساحه كلها. طبعا في تطور واضح وغنوا حلو، انا بفتكر غنوا حلو يعني عربون وكيف اشتغلوا هلا زحطوا طلعوا نزلوا ما بعرف، بس انه انا لقيته انه ايفال كتير حلو من الحلوين اليوم يعني. بالنسبه للايفال يعني انا شغلي بحب ركز عليها انه اوقات الايفاليت هن اللي بيفضحوا بعضهم، يعني نحن دائما بنقارن الايفاليت. هون كان عندنا فكره كثير مشابهه لاول ايفال يلي هي بين شانتال ودينا، ولكن هذا الفريق انا بالنسبه لي الشغل يلي عملوه محمد عباس وايهاب هو انه اجمل ما عملوا هو انه خلقوا عن جد امبيانس يعني جو المطعم مع هالمطرب الفركشنة يلي بيغني غلط وبيطنطن على وبيزقف كل الوقت ويلي بيقدم الحفلة مع هالكومبارسية يلي قاعدين، ونحنا لما نستعملوا الإسباس بطريقة دائرة يعني نحنا حسينا حالنا كمان على الطاولات وقاعدين نحنا جزء من هالإسباس، البادي جاردية الطاولات. فهون بلاقي انه بالنسبه لتنفيذ الفكره يلي هي اوكي كليشيه فينا نقول انه فكره بمطعم اثنين عم بيتنافسوا مثل اول فكره، ولكن لا هون برجع بكرر على التنفيذ يلي هون جيد احسن من اول ايفال. الشغله الثانيه يلي بحب اقول انها هي ايجابيه
هو أنا فعلاً اكتشفت يعني هيك كاباسيتي يعني قدرات صوتية عند محمد عباس وعند إيهاب أول مرة بكتشفهم. يعني التحدي هو فعلاً كان تحدي صوتياً، يعني صار كل واحد يبرز عضلاته إجمالاً. نحن بالإيفاليت ما منحب لما بيغنوا يبرزوا كتير عضلاتهم، بينما هالمرة هالإيفال الوحيد يلي برز العضلات والعرب والشو بعرفني ما بعرف شو بتسموهم بالغنى، هن مسموحين وهن جزء من هالتركيبة، وهن عرفوا يعملوا هيدا الشيء. يعني صاروا يعربوا على بعض ويقووا على بعض، وكل واحد يجرب يقوي على التاني، وهيدا شيء إيجابي. طبعا الشغلة السلبية يلي كانت هي الطول، الطول يعني مش عم بيعرفوا بعد، يعني كان بيحمل انه يكون اقصر ويطلع كريشندو اكتر، يعني نحس انه رح يتخانقوا، نحسها واصلة اكتر، يعني حسينا انه في تنافر بيناتهم وعارفين انه رح نوصل لخناق، بس ما عرفوا يشتغلوا على البروغريسيون على الطلعة. هيدا الشيء بيتصلح بالصف. كتير مهضومين على فكرة البادي جاردية، كيف وقفين وكيف منعوا يصور، هول التفاصيل انا كتير بحبهم لانه بيخلقوا هيدا الجو يلي حكينا عنه. وعامة بحي الجهد لما بيصير في ترافاي كولكتيف، يعني شغل جماعي هيك حيي أنا، لأنه بعرف قديش هيدا النوع من الشغل بيتطلب التزام عدد كبير من الطلاب، وبحب هيدا الإسبري، بحب هيك كيف بيلتفوا حوالي بعض وبيساعدوا بعض، هيدا الشيء كتير بحبه. استفادوا من هالإيفال إيهاب ومحمد عباس يغنوا ويفشوا خلقهم ويغنوا قصص هن بحبوها، بس ما بعرف ليه كانوا عم يغنوا بسرعة، يعني غنوا كتير ولكن كل قطعة كانوا يغنوها بتمبو سريع، يعني إيقاع الأغنية كانوا عم ياخدوا كتير سريع، كان فيهم يغنوا يمكن قطعة أقل ولكن ياخدوا راحتهم بالمغنى. في مطارح فرجونا أشياء حلوة، عملوا عرب كتير، هلأ الهدف أنه المبارزة، مشان هيك كانت أوفر عرب تيفرجونا كل واحد شو ما قدرته، يعني كانت بخدمة المشهد. بشكل عام أصواتهم اثنيناتهم حلوين، عرفوا يختاروا قصص تلبق لهم وأغاني حلوة لقلهم، ولكن أنا كنت مع أنه يكونوا أريح بالمغنى اثنيناتهم تنقدر نستمتع أكتر باللي عم بغنوا.